من لندن ينضم إلينا عبر خدمة سكايب سيد حسن راضي، الباحث في الشأن الإيراني. أهلا بك سيد حسن. يعني بداية، كيف تقرأ هذا الإعلان من إيران عن أجهزة طرد مركزية تعمل على تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو في هذا التنصل الجديد من الاتفاق النووي الإيراني؟ طبعا واضح انه انتهاكا صارخا وكامل للاتفاق النووي، واكثر من هذا ايران اعلنت انها يعني بالنسبه يعني نسبه التخصيب وايضا العدد اجهزه الطرد المركزي والكميه كميه يعني اليورانيوم المخصب يعني تجاوزت الحد المسموح فيه، بل هي يعني بمستوى بل أكثر مما وقعت الاتفاق النووي عام 2015. هذا يعني أنه إيران رجعت إلى أعوام قبل الاتفاق النووي وكأنما لم توقع الاتفاق النووي، وهذا انتهاكا واضحا. القراءة لهذا الأمر هو إيران استقلت يعني فترة الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الرئاسية في هذه الفترة، في هذا الوقت في التحديد الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقوم بتصعيد ملموس لمنع إيران أو استمرار إيران لهكذا انتهاكات صارخة، وهي تريد أن تكسب بعض الأوراق وبعض الامتيازات حتى يعني استعدادا للمفاوضات ما بعد الانتخابات الأمريكية، إن كان يعني يفوز في الانتخابات دونالد ترامب أو جو بايدن، فهي لديها أو سيكون بيدها العديد من الامتيازات، العديد من الأوراق في مقابل يعني رفع العقوبات الأمريكية عنها، تستطيع يعني أن كما تنتزع ذكرت سيد بعض حسن راضي، هي استغلت هذا الانشغال الأمريكي بالتحضير للانتخابات، ولكن باعتقادك هل سيكون هناك رد فعل من الولايات المتحدة على هذا الانتهاك الإيراني، خصوصا بعدما فشلت الولايات المتحدة في مجلس الأمن في محاولة إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران؟ بالتأكيد سيكون هناك رد، يعني أنا أعتقد أنه حتى إن كان يعني جو بايدن سيفوز في الانتخابات، أكيد الولايات المتحدة الأمريكية سوف لا تسمح لإيران أن تقوم بهذه الأعمال أو تستمر بهذه الأعمال، لأنه بالنسبة يعني اقتراب إيران لصنع القنبلة الذرية هو خط أحمر، ليس فقط لإدارة ترامب، لأي إدارة تأتي في الولايات المتحدة الأمريكية، بل لكل يعني دول العالم، الدول الإقليمية والدولية. لذلك إيران الآن ليس فقط يعني انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر واستقلت هذا الأمر، بل حتى يعني تراجع الموقف الأوروبي، يعني هناك رخوة في الموقف الأوروبي، وهي لا تريد أنه تصعد أوروبا، لا تريد أن تصعد تجاه طهران في هذه المرحلة حفاظا على الاتفاق التي انتهكته إيران ولكن بالكامل. يعني ألا يحرج هذا الانتهاك الإيراني هذا الموقف الأوروبي الذي لطالما تمسك بالحفاظ على هذا الاتفاق؟ بطبيعة الحال سيحرج يعني الموقف الأوروبي، هو في مقابل ذلك إيران تريد أن تكسب الموقف الأوروبي من خلال السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذهاب إلى بعض المواقع التي كانت ممنوع الوصول إليها، وأيضا يعني هناك بعض الاتفاقات تمت في زيارة جروسي يعني أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا في مفاوضات اليوم في فيينا إيران تعطي بعض التنازلات، ستقبل بعض الشروط او مطالب يعني الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، هذا من اجل كسب يعني غضب الدول الاوروبيه او ربما من اجل كسب موقف الاوروبي، لكن بطبيعه الحال في نهايه المطاف يعني اوروبا ستقف الى جانب موقف الولايات المتحده الامريكيه. نعم. وهذا سيسهل ايضا عمل كل الاعمال التي تطالب بها الولايات المتحده طيب. الامريكيه من عقوبات أممية وأيضا من تفعيل يعني سيد آلية حسن، الإسلام. تحدثت عن أن الولايات المتحدة سيكون لها موقف ورد فعل على هذا الانتهاك الإيراني، هل سنشهد رد فعل أمريكي قبل إجراء الانتخابات؟ هل سيكون هذا الرد عاجل؟ وكيف سيكون شكل هذا الرد أيضا ما بعد هذه الانتخابات في حال فوز دونالد ترامب أو في حال فوز بايدن في هذه الانتخابات؟
يعني من المتوقع انه سوف الاداره الامريكيه لن تقوم باي تصعيد قبل الانتخابات المقبله، لذلك اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تقوم باي تصعيد لقامت يعني في الاشهر الماضيه التي ايران كانت تنتهك الاتفاق النووي وكانت تقوم بعض الاستفزازات، لكن وفقا لمستشارين ونصائح الذين هم بالقرب من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يعني الولايات المتحده الامريكيه تريض حتى تكون تحسم يعني فوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وبعد ذلك سيكون التصعيد وسيكون الرد حاسما. انا اعتقد ستكون ايران امام خيارين، اما ستخضع للمطالب الامريكيه بشكل كامل لانها لا تستطيع الاستمرار في ظل هذه العقوبات، سينهار الاقتصاد وبالتالي ستنهار كل المنظومه السياسيه الايرانيه، ام تواجه ضربه عسكريه امريكيه اذا استمرت يعني بهذا الشكل، لانه الولايات المتحده الامريكيه لا تسمح انه ايران تصل تقترب الى القنبله الذريه، ولا تسمح لايران ان تقوم ببعض الاجراءات فيما يخص الصواريخ البالستيه او يعني سياساتها في المنطقه. اشكرك جزيلا سيد حسن راضي الباحث في الشان الايراني من لندن.